صاحب القبعة محمد فلاح يقوم بمعية آخرين بحصد سنابل الشعير بالطريقة اليدوية التقليدية، أين شرعت في عملية الحصاد بأعالي جبال أولاد بن عبد القادر بولاية شلف. المرمز هذه من بكري نقلعوها كيما هاك، ومليحة الماكلة تاعها وقاع، ونخدموها ونقلعوها ومليحة الماكلة تاعها، حنا نبغوها بزاف، نقلعوها ندوها للماشينة، كانوا يحكوها بيديهم بكري، نقلعوها كيما هاك ندوها للدار. يخدموها بالمنجل، هذه التقاليد تاع بكري. وفيها الحق فيها شويه تعب، يخدمها بالمنجل ويدوها يدقوها ويذروها باه عاد يدوها للدار يفوروها وينشروها يبسوها، ومن بعد يقلوها ويدقوها الى كاش فيها سفه ولا حاجه يدقوها باه يصفوها. عمليه وان تعددت مراحلها الا انها تبقى ضروريه لاستخراج ماده يكثر الطلب عليها بشهر رمضان، الفريك او ما يعرف محليا بالمرمز. حقيقة ولاد بن عبد القادر معروفة بإنتاج هذا النوع من المرمز، يعني هو مشهور عندنا من القدم، توارثناه على الأجداد، رانا نمثلوا يعني رقم مليح أكثر من 200 هكتار. هذا المرمز بكري ما كانوش يستعملوها قوي، وضروك راهم يستعملوها قال المدن، وريت نقلع بالعائلة بكري كانوا يقلعوها بالمحشة، قليل اللي يقلعها. ودوك راهي تنقلب بالماشينه رموا يوجدوها بكري. ماده يعمل هؤلاء الفلاحين على توفيرها وتغطيه الطلب عليها في شهر الصيام بطريقه عمل تتطلب الكثير من الصبر والاتقان للحفاظ على خصوصيتها.